ايجيبت النهارده بالظبط المهندس كبير احمد عصمت. احمد عصمت هيكلمنا النهارده عن البي ام بي وتعريف البي ام بي ونظام الامتحانات، وان شاء الله يعني هتبقى محاضره شيقه جدا 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 نستفيد من خبرته. اتوقع الله بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل باشمهندس محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله النهارده هنبتدي مع بعض. لا لا في حاجه هنفتحها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله النهارده برحب بحضراتكم جدا في المحاضره المجانيه اللي عاملاها شركه نيتا ايجيبت، وان شاء الله تستمتعوا بمحاضره طيبه. وبرحب بحضراتكم كلكم، مهندس احمد نبيل، مهندس اسلام، مهندس اسماعيل، بقيه الاسماء بقى اللي موجوده عندنا، مهندس شريف. وان شاء الله تكون محاضره مميزه ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه طبعا قبل او اي شيء هنبدا اعرفكم بنفسي. كله هيسال مين المحاضر النهارده، مين اللي هيدينا الكورس. معاكم مهندس محمد عصمت، مهندس ميكانيكا دفعه 98. الحمد لله اشتغلت في اداره المشروعات في مجال بناء محطات توليد الطاقه الكهربائيه. اتعاملت مع كبرى الشركات العالميه من خلال العمل مع شركه شارق دلتا لانتاج الكهرباء. اشتغلت في مجال التدريب مع مراكز بي ام هاوس، ايماك، ياك، يات، مي، ميك الاستشارات، مركز تدريب الغرفة التجارية بأبها، وكتير من الشركات. واشتغلت كورسات كتيرة اونلاين الحمد لله رب العالمين، ليا كتير مدربين في مصر والسعودية والعراق والكويت وقطر والأردن والسودان. الحمد لله في مجموعة حصلت على شهادة البي ام بي. بعض من المجموعة اللي حصلت على الشهادة ده المهندس محمد زايد، مهندس محمد عبد الوهاب، مهندس عبد الفتاح حبيب، مهندس احمد سليم. دي كانت تعليقاتهم بعد ما خدوا الشهاده على الفيسبوك. وفي 2014 عندنا المهندس وائد في الكويت، مهندسه مي دي في مصر، مهندس محمد عبد الله غريب في السعوديه، وفي مهندس محمد بشير. طبعا في ناس ثانيه يعني ما كتبتش تعليقاتها، منهم مجموعه يعني في اثنين الحمد لله رب العالمين نجحوا في 2015 وخدوا الشهاده. عايز ابشركم بس الحمد لله ان نسبه النجاح اصبحت نسبه كبيره جدا جدا، وان شاء الله حضراتكم قريبا جدا تبقوا سيرتيفايد بي ام بي وتاخدوا الشهاده الكبيره اللي احنا بنتكلم عليها. اول حاجه احنا عايزين نتعرف على شهاده البي ام بي. طبعا الشهاده يا جماعه من الشهادات المشهوره جدا جدا جدا، ومن اوسع الشهادات انتشارا في عالم اداره المشروعات. يكفي انك تاخد اخر احصائيه، او احصائيه كانت في مايو اللي فات، كان في 618,933 واحد على مستوى العالم معاهم هذه الشهاده. ده يعتبر رقم قياسي او رقم كبير جدا في الشهاده، تخصصيه كبيره قويه زي شهاده البي ام بي. طبعا ده اعداد الناس اللي موجودين في الوطن العربي. طبعا اللي هنلاقي مثلا الامارات 5200، مش لازم يكونوا كلهم اماراتيين، يعني مش لازم كلهم يكونوا حاملين الجنسيه الاماراتيه. هتجد ان في مجموعه مصريين، مجموعه جزائريين، مجموعه اردنيين، فلسطينيين، اي جنسيه، لكن خد الشهاده من الامارات. طيب نبدا بقى الحكايه مع بعض. السؤال اللي عايز اساله لحضراتكم من الاول خالص، احنا بنتكلم عن اداره المشروعات. مين يقول لي يعني ايه اداره؟ او ايه تعريفه هو وايه مفهومه هو على الاداره؟ اتفضل. اتفضل يا فندم. مين يكلمنا النهارده عن تعريفه للاداره؟ ايه صعب السؤال؟ حد يتبرع كده ويقول لنا يعني ايه كلمة إدارة؟ ايه تعريف حضرتك، ايه تعريف سيادتك لمعنى إدارة؟ طيب نقول معنى الإدارة ايه؟
يعني طبعا في تعريف كثيرة على معنى الإدارة العلماء اتكلموا عليها، لكن من أفضل التعريف اللي أنا بحبها تعريف بيقول لحضرتك الاستخدام الأمثل للموارد. يعني إيه؟ How to optimize resources يعني أنت استخدامك الأمثل لهذه الموارد معايا، هو ده إدارة، من خلال بقى تخطيط والمراقبة والمتابعة والتنظيم وترتيب الخطوات، يبقى أنت كده بتتكلم على إيه؟ على الإدارة. طيب النهاردة احنا بنتكلم على إدارة مشروعات. عايز أقول لكم يا جماعة على موضوع علم الإدارة ده، أحد العلماء الإدارة كان في يعني في قناة فضائية، والمذيعة بتسأله بتقول له إيه أكتر علم حصل فيه تقدم في القرن العشرين؟ فرد قال لها علم الإدارة. فقالت له يعني أنت سايب تقدم في صناعة تقدم في الفضاء وصناعة الصواريخ ووسائل الاتصال في العالم كله، سايب ده كله وبتقول ان التقدم كله في علم الإدارة؟ فرد جميل جدا وقال لها لولا علم الإدارة ما تقدمت كل تلك العلوم. يعني العلوم دي كلها مش هتتقدم إلا بعلم إيه؟ الإدارة. طيب إدارة المشروعات ظهرت إمتى؟ ظهرت 1945 في الحرب العالمية الثانية. كان عندهم غواصة اسمها بولاريس، الغواصة دي كان بيشترك فيها مجموعة كبيرة جدا من الشركات، فأرادوا ينظموا عمل هذه الشركات، فبدأوا يعملوا أول بيبرز تطلع في علم إدارة المشروعات. احنا بنتكلم عن علم إدارة المشروعات معايا؟ طيب انما بقى إدارة المشروعات من امتى؟ لا دي من زمان قوي، وهنشوف من زمان من امتى. انما كعلم بدأنا نحط القواعد بتاعته كانت اثناء الحرب العالمية الثانية. مهندس ممكن استفسر عن سؤال؟ تفضل يا فندم. هو بالنسبة للتاريخ المصري القديم كالفراعنة مثلا كبداية مشاريع وكام ده مش مشروع؟ تمام يا فندم، جميل قوي يا باشمهندس السؤال اللي حضرتك بتقوله، ما هو ده اللي انا عايز اقوله. فرق كبير بين ان الحاجة موجودة وان الحاجة بدأت تحط لها قواعد. يعني مثلا هضرب لحضرتك مثال، ايام زمان خالص ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الناس بتتكلم لغة عربية صح، يعني ايه؟ بيرفع الفاعل وينصر المفعول من غير ما يحط القواعد. جه بعد كده في عهد سيدنا علي او ما بعده، يعني بدأ واحد ظهر اسمه ابو الاسود الدؤلي او سيبويه، وبدأوا يحطوا قواعد. هكذا هو نفس الكلام، ان احنا عندنا في ادارة المشروعات من زمان موجودة، لكن وضع قواعد لادارة المشروعات بدأت في الحرب العالمية التانية او بعد الحرب العالمية التانية، وتلاها بقى سنة 1950 بدأنا نتكلم في حاجة اسمها جانت شارت، واخد بالك، وبدأنا نتطور تطور كبير جدا جدا في علم ادارة المشروعات. يبقى الكلام الوقت على ايه؟ نشأة العلم، وان العلم ده يكون له قواعد. طيب البي ام اي انشئ امتى بقى؟ انشئ سنة 1969. 1969 بدأنا نتكلم عن معهد إدارة المشروعات اللي هو اسمه Project Management Institute. ده مكانه فين؟ في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب البي ام اي ده هدفك ايه؟ انت يعني عايز تكسب فلوس ولا عايز ايه بالظبط؟ اوضح عن هدفه من اول يوم، قال لك انا هدفي هو نشر علم ادارة المشروعات في العالم كله. وقال لنا يا جماعة انا منظمة بيسموها non-NGO، NGO يعني non-governmental authorities organization، بمعنى ان انا منظمة غير حكومية، هدفي الرئيسي ليس الربح، بل عندنا قيمة معينة عايزين نضيفها للعالم كله. طب ايه القيمة بتاعتكو؟ ان انا انقل كل براكتس جيدة طبقتها احد ادارات المشاريع في العالم الى جميع انحاء العالم، ومسمى السياسة دي سياسة اسمها سياسة البيست براكتس. طيب وقال لك انا هنشر علم ادارة المشروعات في العالم. قعدوا فترة كبيرة وما انتشروش الانتشار الكبير. قال لك انا فكرة
احنا عايزين نعمل شهادة. اللي ياخد هذه الشهادة يروح مصنعه، يروح شركته، يروح مشروعه، ويبقى معاه الشهادة دي اللي هي شهادة Project Management Professional PMP، ويقول للناس انا خدتها من PMI، ويبدأ يطبق اساليبنا، فتنتشر بانتشار كبير جدا المفاهيم بتاعنا في معظم مشروعات العالم، وبذلك تحقق هذه المشروعات النجاحات وتوقف اي اسباب للفشل موجودة عندها. ده كان سنة كام؟ 1984. بقت الناس تدخل الامتحان، للأسف بقت نسبة النجاح كانت سيئة جدا في الاول. طب ليه؟ طبعا يعني العالم كله متعود هات لي كتاب اذاكر فيه، كانوا هم بينزلوا بعض البيبرز كده، لغايه ما انتبهوا للامر ده وبداوا في اعداد كتاب كبير. وكان سنه 1997 بعد 13 سنه من اصدار الشهاده الاولى عملوا كتاب اسمه Project Management Body of Knowledge، وخدوا الحروف الاولى وسموه PIM Book. الكتاب ده يا جماعه بيعتبر من الكتب المشهوره جدا جدا في علم اداره المشروعات، وبيع دائما اي واحد بيتكلم في اداره المشروعات حتى لو مش معاه البي ام بي بتجد ان هو دايما يشير لهذا الكتاب، يعني اي يعني ينسب اليه لو عايز يقول ان معلومته صحيحه يقول لك ان المعلومه دي وردت في كتاب البين بوك في الجزء الثالث الجزء الرابع اي جزء. طيب ده كان الاصدار الاول سنه 1997. كل 5 أو 6 سنين كان بيحصل ابديت لهذا الكتاب وينزل فيرجن جديد، فلغايه ما احنا وصلنا النهارده الى الفيفث اديشن الاصدار الخامس. طب ده امتى بدا؟ في 2013، في 8/2013، يعني قدامنا شويه. ان شاء الله قدامك شويه على الاصدار الخامس. طبعا في سؤال يعني يدور في ذهن ناس كتير، هو انا لما هاخد الشهاده على الاصدار الخامس ويجي الاصدار السادس تروح عليا؟ لا لا لا، مالكش دعوه انت بموضوع الاصدارات ده خالص. معايا؟ انت مالكش دعوه بموضوع الاصدارات ده خالص. فموضوع ان ان ان, إن الشهاده مرتبطه بالاصدار، لا، ده الاصدار ده هو مرجع بتاعك وانت داخل تمتحن. ماشي؟ مين يدخل امتحان البي ام بي؟ لو حضرتك مؤهل متوسط بيحتاج لخمس سنين خبره بمجموع 7500 ساعة، ومحتاج تاخد شهادة ب 35 ساعة دورة 35 ساعة ان شاء الله ممكن تاخدها معانا ان شاء الله اونلاين. طيب محتاج لو انت مش مؤهل متوسط مؤهل عالي محتاج 3 سنين خبرة فقط. ماشي؟ ومحتاج 3 سنين خبرة دول 4500 ساعة في مجال المشروعات، ومحتاج برضو معاها 35 ساعة في فورمال ايدوكيشن. استاذ باشمهندس اتفضل، اللي عايز يسأل حضرتك ممكن يفتح مايك ويستفسر، هل بالنسبة للشهادة دي هتلاقيها ابديت؟ بالظبط. بالنسبة للشهادة هي ليها مدة زمنية 3 سنين فاليديتي، 3 سنين. طيب بعد الثلاث سنين او اثناء الثلاث سنين بتعمل ايه؟ بتستمع لبعض الفيديوهات موجوده على النت ومتوفره وسهله جدا، بس انت الاول خد الشهاده وخليك معايا ان شاء الله تاخد 60. بيديك حاجه اسمها 60 فيديوز. فيديوز يعني ايه؟ بروفيشنال ديفلوبمنت يونتس، يعني عايز يضمن ان حضرتك خلال الثلاث سنين دول ما زلت على علاقه باداره المشروعات. هتسمع فيديوهات، هتشارك في مشروعات، هتدعك لهم حاجه، كل ده 60 فيديوز. بسهوله جدا تاخد 60 فيديوز دول، واخد بالك، وتجدد الشهاده 3 سنين كمان، فالامر ما فيهوش اي مشكله. معظم كل الناس اللي بتاخد شهادتها بتجددها كل 3 سنين بسهوله جدا ويسر، ما فيش اي مشكله في الامر ده. يعني مش محتاج تمتحن تاني. تمام؟ حد عنده سؤال تاني؟ طيب الامتحان ده بكام يا جماعه؟ $555. طيب همتحنه فين؟ في مراكز معتمده في كل بلد، في كل قطر في مجموعه من المراكز المعتمده، يعني مثلا في مصر اميديست، في القاهره وفي اسكندريه هم المركزين المعتمدين في مصر. في السعوديه على ما اعرف مركز نيو هورايزون برضه هو اللي عنده المراكز المعتمده، وغيرها من المراكز يعني.
المهم حضرتك تسأل عليه امر مش صعب. طيب تعاملك بيبقى مع مين؟ تعاملك مع البي ام اي. موقعه تخش على موقع www.bmi.org وبتتعامل معاه من A to Z. عندك مشكلة في التسجيل والكلام ده كله انا بساعدك مفيش اي مشكلة معايا. طيب عايز اسئلة امتحان 200 سؤال خلال كام كام ساعة؟ اربع ساعات. الاربع ساعات دول ال 200 سؤال طبعا مالتيبل تشويس، كل سؤال فور اوبشنز، يعني اربع، عندك اربع اختيارات لكل سؤال. طبعا مش بالنظام الامريكي ان الموجب يشيل سالب، لا لا لا، يا تجيب صح يا صفر، يعني مش هتشيل حاجه من الاجابات اللي انت جبتها معايا. ده الايه ال 200 سؤال اللي موجودين بتوع الامتحان. طبعا بيمتحن كمبيوتر بيزد، بتروح المركز وتلاقي محطوط رب الرقم بتاعك باسمك على جهاز، تخش تمتحن 200 سؤال وبفضل الله سبحانه وتعالى تعبر، ويقولك في الاخر بس انك انت بس عديت تست الامتحان و كونجراتوليشن ان شاء الله، يعني دي التهنئه اللي تبقى ان شاء الله على طول. اسمحت باشمهندس، هل في عقبه بالنسبه للغه الانجليزيه؟ جميل قوي الدرس. تمام. الامتحان يا جماعه فيه لغه مساعده، وانت بتعمل سكادولنج للامتحان ممكن تقول ان انت عايز لغه مساعده، هي لغه العربيه لو انت عايزها. ففي الامتحان في السكادولنج نفسه بتعمل لغه مساعده اللي هي ايه؟ اللغه العربيه. وانا برضو بقول لك لما انت احنا مع بعض بنبقى شغالين بالمصطلحات، فبيبقى مش عايز اقول لك ايه، اللغه العربيه تستعملها وقت الحاجه فقط، ماشي؟ وقت الحاجه فقط، والا المصطلحات كلها اللي هنتكلم فيها بروجكت شارتر اكتيفيتي ليست اكتيفيتي مايلستون، كل ده الكلام اللي بتكلم فيه ده كله هتيجي انا بقوله بالايه بالانجلش، لكن بشرحه لك كمفهوم وكمعنى باللغه العربيه. فاذا كان سؤال طويل شويه، حاجه معينه متلخبط فيها كلغه، بسرعه تبص على اللغه العربيه. يعني عندك الشاشه بتتقسم لنصين، نص عربي ونص انجلش، وبتجاوب في النص الانجلش معايا. طيب في حاجه تانية يا جماعه اسمها سي اي بي ام، دي شهاده برضو بتنزلها البي ام اي. الشهاده دي بينصح بيها بعض اساتذتنا، بينصحوا بيها انك حضرتك تخشها الاول قبل البي ام بي حتى لو معاك الخبره اللي معاك، بحيث ان هو يعني كنوع من ايه تخفيف رهبه الامتحان. الامتحان ده اسهل شويه، 150 سؤال في 3 ساعات 300 دولار. مش محتاج خبره، هو اولا محتاج منك لو انت مؤهل عالي 23 ساعه بس فورمال اديوكيشن. السي بي ام هو نفسه هو كورس البي ام بي اللي احنا هنديه، تقدر تخش امتحان السي بي ام، بل هتفاجئ الامتحان اسهل مما كنا بنتكلم عليه في الكورس. فامتحان السي اي بي ام يعني بعض اساتذتنا، لكن انا ليا راي في الموضوع ده. الراي اللي بقوله، انت ميزان نفسك، لو انت شايف انك ذاكرت والدنيا مشت معاك ما تضيعش وقتك في السي اي بي ام. لو انت شايف انك خايف والدنيا صعبه معاك، طب خش السي اي بي ام، شيل الخوف والرهبه وبعد كده خش على امتحان البي ام بي، ماشي؟ طيب حد عنده سؤال؟ طب ندخل بقى نتكلم بقى على الكلام بتاعنا. حد عنده اي سؤال على الامتحان؟ عادي بقى، كلنا كده فاهمين اللي فات. طيب ايه البينيفيتس لحملك لشهاده البي ام بي؟ انا عايز اقول لك بقى، تعالى خش معايا الكورس بتاع البي ام بي معايا. طب ايه الفايده؟ بسرعه اقول لحضرتك ان شهاده البي ام بي مش هي الشهاده الوحيده اللي موجوده في العالم. في شهاده تانية اسمها برنس 2 ستاندر انجليزي، في شهاده تانية اسمها اي بي ام اي ستاندر اي اوروبي. بس لما تيجي تتكلم عن الشهره لا مقارنه، وده بيتضح من كثره اعداد اللي بياخدوا الكورس فيها واللي بيحملوا الشهاده، لا مقارنه بين امتحان البي ام بي
يعني مش من ناحيه عدد الناس اللي بتدخل وشهره بي ام بي وشهره برنس 2 او شهره الاي بي ام اي، مش تحيز، الارقام هي اللي بتقول ان شهره البي ام بي لا يعني فرق كبير بينها وبين اي شهاده تانية موجوده. فلذلك الشهاده دي لما بتروح تقدم لشركه وتقول لهم ان حضرتك معاك سيرتيفايد بي ام بي، هل معنى كده يعني ان انا انك هشتغل على طول يعني او هضمن لك بيها شغل؟ اللي يقول لك كده يبقى بيضحك عليك، خلينا واقعيين. بس دي بتبقى بالنسبه لك ادفانتج. يعني ايه ادفانتج؟ يعني انا النهارده لو انا صاحب الشركه وعندي 50 سي في وهقابل منهم 10 بس، ثق انك لو انت سيرتيفايد بي ام بي هاخدك من ضمن ال10 اللي هقابلهم. اتفضل يا فندم. حضرتك حد اللي فتح السماعه يتكلم، يا ريت حضرتك بس ايه ان في ناس بتفتح السماعه. تمام، اه يعني لو تفتح السماعه تتكلم اسمع حضرتك. طيب يبقى دلوقتي لما بتروح اي شركه بتبقى بالنسبه لك دي ادفانتج كبيره جدا. طبعا الكورس في حد ذاته هو اسلوب حياه، اداره المشروعات اسلوب حياه. هنعرف دلوقتي كمان شويه المشروع يعني ايه، ان احنا بتقع في حياتنا مجموعه كبيره من المشروعات. فانت بالنسبه لك بعد ما تاخد الكورس هتجد ان الدنيا اتغيرت تماما. لا ده بقى في منهج وفي طريقه تفكير وفي ترتيب اوراق، وهنتعلم حاجه اسمها دوكيومنت دوكيومنت دوكيومنت. اجدادنا ضحكوا علينا وقالوا مثل، قال لك ايه، العلم في الراس مش في الكراس. لا لا المثل ده غلط، عايزين نقول لاجدادنا معلش انتوا غلطانين في الحته دي. معايا بي ماي بيقول لك دوكيومنت دوكيومنت دوكيومنت، كل حاجه اكتبها. الراس دي بتنام، الراس دي بتنسى، الراس دي بيحصل معاها حاجات كتير قوي، انما الكتابه في الغالب بتفضل باقيه وموجوده. فلذلك انت بتكتسب مهارات كتيره قوي قوي قوي، وبتكتسب علم كبير قوي بالكورس ده، وبادخلك امتحان بتبقى تجربه من التجارب الفريده في الحياه. عايزك كده بعد ما تخلص المحاضره اكتب كده انا نجحت في البي ام بي على جوجل، هتجد تجارب كتير ناس. شوف بقى تجارب الناس ونجحوا ازاي، هتجد بقى قصص افلام، عارف معايا، هتلاقي الناس بقى بتقول لك اه ده انا بالنسبه لي قعدت اذاكر كتاب البي ام بي مش عارف كم مره، وكتاب الريتا كم مره، وقعدت احل اسئله، وقعدت مش عارف اعمل ايه، وكانت معركه في حياتي. معايا لكن عايز اقول لك التشالنج ده اذا ما كنتش انت حضرتك اللي تاخد هذا التشالنج وانت شباب او انت حتى في اي مرحله من مراحل سنه حياتك. انا لسه في واحد واخد معايا الشهاده دخل في الخمسين، في الخمسين بس، والله والله اشهد له، اسمه مهندس عادل منسي، بسم الله ما شاء الله عليه، كفاح ما بعده كفاح، عشان يخش الامتحان حل 8 امتحانات سيميوليشن تيست، 8، انا بنصح بثلاثة واربعة بالكتير. الراجل ده عايز يضمن نجاح في حل 8 امتحانات. عايز اقول لك اصرار يا جماعه، اللي عايز هدف وبيحط هذا الهدف قدامه وبيعرف ان الهدف له منافع كتيره على طول بيشد حيله وبيحقق ايه هذا الهدف. طبعا كل ده بالاستعانه بمين؟ الله تبارك وتعالى. ما توفيقي الا ايه؟ الا بالله تبارك وتعالى. البيب باك بيقول مهندس استفسار كده ممكن؟ اتفضل. بالنسبه للكورس دوت، هل المهندس او الدكتور او المحاسب كل كورس واحد ولا مختلف؟ جميل شيء جميل قوي السؤال بتاع حضرتك. اولا انا ما بدرسش هندسه. شائع يعني الشائع ان الناس، حتى انا بدي كورس الايام دي، فواحد بيقول لي دي مش هندسه، قلت له انا مش جاي ادرس لك هندسه. هو انا مهندس اه بس مش جاي ادرس لك هندسه، انا جاي ادرس لك اداره. الاداره دي تنفع للطبيب وتنفع للمهندس وتنفع للصيدلي وتنفع للمحاسب وتنفع لكل المهن. فانا مش بخاطب فئه معينه، وان كانت الاحصائيات بتقول ان في جزء كبير مش قليل في عالم اداره المشروعات بيبقوا مهندسين. تمام؟ طيب فالسؤال بتاع حضرتك اكيد وضحت ان الامر لا يتعلق بمهنه معينه، بل كل المهن ممكن تدخل. وانا شخصيا اديت لصيادله، اديت لاطباء، اديت لمحاسبين، اديت لمهندسين، اديت لباحثين. معظم المهن الحمد لله خدوا معايا كورس البي ام بي، فاعتقد الامر ده لا يرتبط بمهنه. وسؤال حضرتك سؤال محترم وجميل وكويس جدا. بيقول لحضرتك ان البين بوك ده بيعتبر كجود براكتس، يعني زي ما قلت لكم موضوع البيست براكتس اللي هم قالوا عليه ان هو عايز يطبق اداره المشروعات. فبيقول لحضرتك ان انا لو طبقت
البراكتس دي هزود نسبه نجاح مشروعي انهانسمنت بروبابيلتي اوف بروجكت سكسس. نتكلم على اساسيات اداره المشروعات. ايه المشروعات في حياتنا؟ المشروعات في حياتنا هي كل حاجه. زي ما الباشمهندس قال لنا في الاول الاهرامات مشروعات قديمه تاريخيه. المشروعات لما حبينا نطلع الفضاء كان ده مشروع. لما حبينا نعمل برنامج كان ده مشروع. لما الوقت عايزين نحفر قناه السويس برضه ده مشروع. لما في الامارات عملوا برج خليفه برضه مشروع. اذا المشروع في حياتنا كل حياتنا مشروعات. طب ده يجينا بقى لايه؟ ان احنا نسال نفسنا يعني ايه مشروع؟ وعايز بقى حد يجاوب، انا بحب التفاعل. يا ريت كده لما اسال حد اقول له وات از بروجكت؟ يا ريت حد يقول لي يعني ايه مشروع؟ افتح الميكروفون كده وكلمني. ايه ما حدش عنده؟ تمام. مهندس اسلام كتب كلمه تمبرري مؤقت. هو مفيش سماح بالكلام؟ لا بس هو مش عارف الناس بتتناقش لو في حاجه عايز تسال حاجه دي افتح المايك هتلاقي في علامه الميكروفون جنبك. هو مهندس اسلام معلش انا مهندس اسلام بيقول ان هو تمبرري حاجه مؤقته. جميل كلام جميل. وديفاين ذا بيربز هدف محدد. ممتاز 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 تمام جميل قوي. طيب كنا عايزين الكلام احسن نسمعكم. ممكن يكون هدف مطلوب تحقيقه. جميل قوي تمام. هدف مطلوب تحقيقه هتشتري على مشروعات او اداره او اوبريشن. لكن هنا زي سامعني كده؟ ايوه اتفضل. معلش المايك بس في مشكله. طيب يا فندم مهندس اسلام معايا ولا مين؟ ايوه اتفضل يا فندم اتفضل. هو البروجكت دايما لازم يبقى ليه هدف بيربوس معين. ايه سبب البروجكت؟ صحيح تمام. اذا كان عندك مشكله بين في الشغل اي حاجه عايز تحلها او حاجه بتخدم البيزنس نيدز بتاعتك. دايما البروجكت بيبقى تمبرري. بالظبط تمام. ودايما بيبقى يونيك مش بيتكرر. صحيح تمام. رائع يا مهندس اسلام. حضرتك شغال فين يا مهندس اسلام؟ انا سيستم انجينير وتيم ليدر في اتش بي. تمام ما شاء الله تمام. طيب وشغال بروجكتس. اتفضل يا فندم. بقول لك وشغال بروجكتس برضه. بروجكتس تمام الله ينور. انفراستراكشر. جميل. انا سالت حضرتك طبعا لان انت واضح ان ما شاء الله لا قوه الا بالله ان عندك فهم كامل لكلمه مشروع. طبعا اول حاجه تمبرري معنى ان هو مؤقت. طب ده هيخرج ايه؟ اي اعمال اون جوينج يعني اعمال مستمره هتخرج من بره ان هي تكون مشروع. المشروع اول صفه من صفاته ان هو مؤقت تمبرري بمعنى مؤقت. تمبرري انديفور مجهود مؤقت. اندرتيكن تو كرييت بيحصل ليه؟ تو كرييت يونيك برودكت او سيرفيس او ريزلت. طبعا البرودكت او السيرفيس او ريزلت بيخدم واخد بالك البيزنس نيد بتاعت المؤسسه بتاعتي. داخل جوه الاستراتيجيك بتاعت المؤسسه بتاعتي. يبقى عندنا صفتين في المشروع. اول صفه هي التأقيت ان هو مؤقت. تاني صفه ان هو يونيك ان المنتج بتاعه الريزلت بتاعه السيرفيس اللي هتطلع تعتبر حاجة متفردة بمعنى لم تتكرر قبل ذلك ولن تتكرر بعد ذلك. طيب احنا بنقول ان هو له بداية. المشروع هو شيء له بداية وله نهاية. هل معنى ان له بداية وله نهاية انه مدة قصيرة؟ هل ده المعنى؟ طبعا غلط. لان احنا عندنا مشروعات كبيرة بتقعد بالستين سنة لكن اسمه مشروع. انما لما يكون شيء مش معروف هينتهي ازاي يعني ايه؟ واصل ممكن واحد يرد عليا ويقول لي طب ما هو انا شغال في مصنع. ما المصنع هيجي له يوم من الايام وينتهي او يبوظ او يتباع خرده او اي حاجه. اقول لك انا مش عارف. ما اي شيء في الدنيا في الاخر هيفنى. ما حدش يقدر يتكلم في كده. لكن المشروع بيبقى معروف ان له بدايه
وان له نهايه، انا عندي هدف عايز ايه اوصل. طيب بدايه اي مشروع ايه هي البدايه بتاعت اي مشروع؟ فكره. تمام، بدايه اي مشروع ايه؟ فكره. صحيح، جميل قوي. الشاعر كان بيتكلم على السد العالي فبيقول لك ايه، كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم اضحى حقيقه لا خيالا. وبيتكلم على مشروع السد العالي ايامها معايا، فبيقول لك ان هو كان اصله ايه؟ حلم. كنا بنحلم ان الفيضانات ما تجيش وتغرق البلاد اللي هي القرى في مصر، فكان اوله حلم. يبقى بدايه المشروع فكره او حلم زي ما قلنا، زي ما قلنا. تمام، طب نهايه المشروع مين يجاوب؟ ايه النهايه بتاعت اي مشروع؟ ديليفري بتاع البرودكت. ديليفري بتاع البرودكت، جميل قوي، يعني تحقيق المطلوب. بالظبط. سواء برودكت او سيرفيس او ريزلت، ماشي تمام. بس يا باشمهندس اسلام او بقيه الناس اللي معانا، بس هو دي النهايه الوحيده اللي موجوده؟ مفيش نهايه ثانيه؟ حطوا هدف لتطويره. نعم يا فندم؟ ثاني؟ حط هدف لتطويره. تطوير المشروع. يعني ان انا احط هدف لتطوير المشروع ده. تمام. برضه هو ماشي في نفس السكه. في نفس السكه ان انا هحقق المطلوب او عايز احقق المطلوب. قصدي ان انا النهارده ده اسمه اوبريشن. طب مقصود بسؤالك اتفضل. مقصود بسؤالك ايه بالظبط؟ مقصود بسؤالي ان انا قلنا ان 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 في نهايه، النهايه الاولى ان انا احقق المطلوب مني. صح كده؟ طيب في نهايه اخرى. لان انا عندي نهايه اخرى. ايه النهايه الاخرى؟ مغايرة للفشل. الفشل. هو ممكن ما نقولش بقى الفشل، نقول ان انا مش هحقق الريكويرمنت. لان كلمه مش هحقق الريكويرمنت تشمل حاجات كتير، منها الفشل، منها المشروع ما عادش بيحقق البيزنس نيد بتاعتي او الكواليتي ستاندرد بتاعتي مش مظبوطه، او الكواليتي ستاندرد مش مظبوطه. يبقى اذا انا كده يعني النهايتين، نهايه هحقق يا اما مش هحقق. طب مش هحقق ليه؟ ممكن حضرتك النهارده يا فندم احد الشركات جت بتقول ان احنا هنعمل مثلا مبنى اداري في القاهره عشان العاصمه ويكونوا قريبين من الوزارات وكل حاجه، فجاه صدر قرار بنقل العاصمه، المشروع بقى ايه؟ اتلغى. يا اما اتنقل معايا. اذا ممكن ان المشروع نفسه، او مثلا كان في عندنا شابتر مثلا او سنتر مثلا مش موجود غير في مصر، في الوطن العربي كله مركز رئيسي لحاجه معينه، فانا فجاه اتنقل المركز لدبي، الامارات، لدبي، ابو ظبي، اي مدينه يعني، او الرياض، وات ايفر. المهم في الاخر ان تم النقل، فخلاص اتلغى المشروع بتاع مصر. مشروع مصر كده اتلغى بسبب حدث معين موجود. كان احد التعريفات الجميله قوي اللي بيعرفوا بيها المشروع، بيقول لك بروجكت از ا تشينج. المشروع يا جماعه هو نوع من انواع التغيير. ما كانش فيه مبنى بقى فيه مبنى، ما كانش فيه برنامج بقى فيه برنامج، ما كانش فيه شبكات بقى فيه شبكات. طب الاوبريشن ايه؟ يقول لك الاوبريشن ده يعتبر روتين، يعني حاجه روتينيه، مفيش تغيير. معايا دي احد تعريفات ايه؟ البروجكت. باشمهندس بالنسبه للفشل ايه مشروع؟ ده يدل على عدم تخطيط؟ طبعا يا فندم طبعا. فشل اي مشروع طبعا في عوامل خارجيه بتسمى بالانتربرايز انفايرمنتال فاكتور، العوامل البيئيه المؤثره، قد تكون هي سبب عدم دراستها جيدا، عدم دراسه الانتربرايز انفايرمنتال فاكتور، وعدم دراسه الستيك هولدر. الستيك هولدر دول هم هنعرفهم كمان شويه، عدم التخطيط الجيد وعدم دراسه المخاطر اللي موجوده، اسباب كبيره جدا 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 لفشل اي مشروع. ففعلا فعلا يبقى فشل المشروع نتيجه عدم وجود بلاننج، وهنتكلم عن النقطه دي تحديدا ان شاء الله في سلايد كمان شويه. يعني ايه بقى بروجكت مانجمنت؟ معناها ان انا هعمل ابلكيشن لايه؟ للسكيلز والتولز والتكنيكس بتاعتنا. على ايه؟ على الانشطه، على الاكتيفيتيز. كل ده ليه؟ عشان نحقق الريكويرمنتس. نقول تاني،
احنا يا جماعه عندنا مجهود مؤقت. المجهود المؤقت هو ايه؟ مجموعه اكتيفيتيز، انشطه. في الاخر الاكتيفيتيز دي بتوصلني لريكويرمنت، شيء مطلوب. طب انا بعمل ايه بقى؟ انا بطبق بقى خبراتي، بطبق النوليدج بتاعتي، السكيلز تولز تكنيكس على الاكتيفيتيز اللي موجوده عشان ايه؟ احقق الايه؟ الريكويرمنتس اللي موجوده. ده تعريف البروجكت ايه مانجمنت. مشكله مدير المشروع او اداره المشروعات ان هي شغاله في اكتر من كونسترينز. يعني ايه كونسترينز؟ يعني قيد. يعني لو كان مطلوب من مدير المشروع انه يحقق السكوب بس، يعني ايه سكوب؟ يعني الورك ريكوايرد، الشغل المطلوب، كان الامر بقى هين. لا لا لا، ده مطلوب منه يحقق السكوب اللي عايزه العميل او اللي عايزينه الستيك هولدر مع بعض، اصحاب المصلحه مع بعض، في الوقت اللي عايزه العميل، بالكوست اللي عايزه العميل. ايه ده؟ دول الثلاثه دول اسمهم ايه؟ تريبل كونسترينز، القيود الثلاثه، سكوب وتايم وكوست. دول الثلاثه اللي بيتحكموا في المشروعات. اسال حضراتكم ايه رايكم؟ هو ايه يعني ايه الاهم في الثلاثه؟ سكوب ولا التايم ولا الكوست؟ تمام تمام باشمهندس امين بيقول ثلاثه. مين تاني عنده سؤال؟ مين تاني عايز اخد اراءكم كلكم؟ هو يا ناس فين؟ مهندس اسلام هو حسب اتفضل حسب اللي هو السبونسر. ايوه، ما هو اللي يحدد ايه اهم حاجه بالنسبه له. جميل، مهندس اسلام هو بيقول كلام برضه ممتاز. حتى عنده اجابه. اهم حاجه عنده الكواليتي فمش هيفرق عنده الكوست، واذا كان اهم حاجه عنده التايم مش ممكن ما يفرقش عنده الكوست والكواليتي برضه. رائع يا فندم، كلام رائع، كلام محترم. تمام، مطلوب الثلاثه. تمام خلاص. ايه ده؟ هو بيسال بيقول لو مطلوب الثلاثه يا باشمهندس ايمن، يقول لك لو مطلوب الثلاثه يتنفذ ثلاثه، مش اي مشكله. لكن هو طبيعه المشروع اللي بيحددها السبونسر زي ما عايز باشمهندس اسلام بيقول، طبيعه المشروع هي اللي بتحتم عليا مين الاهم في الثلاثه. اضرب لكم امثله. لو حضرتك النهارده بتشغل في مشروعات في السعوديه مثلا في خدمه حجاج، اهم حاجه هتكون عندك هي ايه؟ عامل الزمن. طيب. عامل الزمن، الله ينور. ممتاز مهندس محمد عثمان اتكلم. تمام حلو، احنا عايزين الناس تشارك اكتر واكتر. يبقى هنا بقى موضوع ايه؟ التايم. معايا؟ لو انا بتكلم في ربنا يستر على الكهرباء السنه دي، في مجال بناء محطات توليد الطاقه الكهربائيه، يبقى اهم عنصر برضه التايم. والكوست يقل. تمام. لا هو مش موضوع يقل، تركيزي الاكبر على التايم. لو انا النهارده بتكلم مثلا في الحكومه السعوديه والدنيا معاها في فلوس مش يعني مش مزنقه قوي، يعني احد الناس اللي انا كنت بديهم الكورس بيقول لي والله يا باشمهندس احنا بنبني في السعوديه المدرسه ل 20 طالب. قال لي 20 طالب دول ده لاسرتين، يعني واحد واخوه قدموا طلب عشان يتعمل لهم مدرسه، وبتعمل لهم مدرسه باحدث المواصفات. دي ناس همها فلوس. معايا؟ تمام كده. اذا احنا بنتكلم على السكوب والتايم والكوست اللي هم التريبل كونسترينز الموجوده، بيختلفوا باختلاف المشروع وبيختلفوا باختلاف البيئه بتاعه المشروع او ظروف اي مشروع. ماشي. طيب دول كانوا بيتكلم عليهم ايام زمان، يعني مديرين المشروعات بتوع زمان قدام كانوا بيتكلموا على الثلاثه دول بس. وبيعجبني قوي لما نحط الكواليتي في النص. الكواليتي معظم الناس بتتكلم على جوده الصناعه. لا في اداره المشروعات مش بتكلم على جوده الصناعه بس، بنتكلم على ازاي ارضي العميل، انفذ له الشغل المطلوب اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه بالفلوس اللي هو عايزها، فدي اسمها الكواليتي. تمام. ده شغل الصين يا باشمهندس. نعم فاضل. عامل زي المنتج بتاع الصين بينتج كذا منتج تكلفة اقل او ازيد او كواليتي عاليه او كواليتي منخفضه. الله ينور عليك، عاد رضاك، الله ينور. وان شاء الله في الكورس بقى هناخد بقى معلومه جميله قوي اسمها ان في فرق ما بين حاجه اسمها الكواليتي وحاجه اسمها الجريد. اللي حضرتك بتقول عليه
الصين بتنتج حاجات بجريدز مختلفه، والا لما بتجيب لك حاجه رخيصه ده هي دي الكواليتي بالنسبه لك انت. شوف عايز اقول بقى الفرق ما بين مفهوم الكواليتي في الصناعه اللي احنا ومفهوم الكواليتي في اداره المشروعات. معايا؟ هنتكلم عن يعني هقول لحضرتك حاجه، العربيه المرسيدس هاي كواليتي بالنسبه لك؟ ايه رايك؟ انا ممكن ها؟ ممكن هاي كواليتي. اتفضل يا مهندس اسلام. طيب هو ما فيش حاجه اسمها كواليتي ستاندرد، ده اول حاجه. هو الكواليتي ستاندرد اللي بيحددها الشخص السبونسر صاحب البروجكت ده. ماشي تمام. لما اجي اقارن جريد ما ينفعش ان انا اقارن عربيه هوندا مثلا بمرسيدس، لا انا اقارن مرسيدس بمرسيدس، اقارن جريد ما بينهم تمام. او مثلا ممكن نجيبها بمثال تاني، ان مثلا هي الجايزر ايه مش في الاخر هم اتنين سيارتين، اقدر اقول دي جريد عن دي كلاس ودي كلاس. مش ساعات يا فندم مثلا الصالون في النيسان بتبقى نفس الجريد بتاعت مثلا الصالون في الهيونداي مثلا، فقصدي اقارن مفيش حاجه واقول دي اعلى جريد من دي. يعني ايه جريد؟ يعني فانكشن وفيتشرز اكتر، فمفيش مشكله من المقارنه كجريد، لكن المشكله ان انا ما اقولش ان دي اكبر. يعني انا بالنسبه لي العربيه المرسيدس ممكن تبقى بالنسبه لي سيئه من ناحيه الفلوس، فهي لا تحقق الريكويرمنتس بتاعتي من ناحيه الفلوس. طب انت ممكن تقارن بين الماني وصيني من ناحيه الجريد، مش الاثنين في وظيفه واحده. اقارن بس يعني من ناحيه الجريد يا فندم اقارن، بس لما بس اقول ان دي يعني لو الاثنين عربيات الاثنين موبايلات الاثنين كذا، فهقارن واقول ان دي ككلاسيفيكيشن بصفه عامه، او يعني كفانكشن فيتشرز ده اقوى من ده من ناحيه بصفه عامه يعني. بس مش قضيتنا دلوقتي، لما نخش ان شاء الله في الكواليتي نتناقش في الاجزاء دي ان شاء الله. ماشي. عند حضرتك دلوقتي قال لك مش الثلاثه دول بس هم اللي بيأثروا علينا، البادجت والسكوب والتايم. قال لك لا، ده في حاجه ثانيه، في الكواليتي زي ما اتكلمنا عليها اللي هي المفروض انها بتخدم الجميع، الريسكس المخاطر. المخاطر دي يا جماعه من الحاجات اللي ايه هنتكلم عليها ان شاء الله ساعتها كمان شويه في سلايد. المخاطر يعني احداث غير مؤكده ممكن تحصل في المستقبل. الريسورسز عندي محدوديه في الريسورس اللي معايا، سواء الريسورس دي ماتيريال ماشين مان باور، كل دي ايه تعتبر ايه ريسورس. الكالتشر والستايلز بتاعت اي مؤسسه في الدنيا، ان المؤسسه اي مؤسسه في الدنيا ليها شيرد فيجن اند ميشن، ليها رؤيه ورساله مشتركه ما بين افراد الشركه كلهم. مهندس اسلام مثلا شركه اتش بي ليهم رؤيه وليهم رساله. معايا؟ طيب الرؤيه والرساله دي يعني انت لو واخد بالك من كلمه شيرد دي، يعني المفروض الرؤيه والرساله دي تكون مشتركه، كل الناس اللي في المؤسسه عارفين هذه الرؤيه والرساله. بيحققوا الرؤيه والرساله دي من خلال اوبريتنج انفايرمنت، بيئه عمل. ده احنا شغالين في مجال السياحه، شغالين في مجال كونستراكشن، شغالين في مجال اي تي، شغالين في مجال برينترز، شغالين في وات ايفر، احنا مش شغالين في اي مانيفاكتشرنج، كل ده ايه؟ اوبريتنج انفايرمنت. تمام. وعندنا مجموعه اخلاقيات ومجموعه اصول في التعامل، كود اوف كوندكت او ورك ايثيك، بتتم خلال هذه الشركه اللي بتكون موجوده. وعشان الكود اوف كوندكت دي يعني تمام، احنا عشان ننظم العمل عملنا مجموعه ريجوليشنز، يعني تنظيمات زي ايه؟ يعني اداره الشؤون الماليه، الشؤون الفنيه، الميكانيكا، المدني، وات ايفر بقى الادارات اللي موجوده عندي، وبعمل مجموعه من السياسات بنفذها خلال الشركه. وطبعا عندي سيستمز او عندي انشطه عندي انظمه للتحفيز والمكافآت لازم تكون موجوده. واصحاب القرار اللي عندي اخر حاجه اللي هي الريسك توليرانس، اصحاب القرار بتاعي في توليرانس في الريسك بتاعتهم. يعني ايه توليرانس؟ في بعضهم ريسك سيكر بيحب الريسك، وبعضهم ريسك نيوترال، فالتوليرانس عندي من 50 ل 60% ريسك، او من 30 ل 40% ريسك، قابليه تقبلهم للمخاطر. كل ده احنا ان شاء الله هنتكلم فيه بعد كده. عايزين نسال نفسنا مين هم الستيك هولدر؟ من ساعتها قاعد اقول لكم
ستيك هولدر ستيك هولدر ستيك هولدر. عايز اقول لكم اصلا ان ستيك هولدر من اهميتهم ان هم الاضافه الجديده اللي كانت في فيرجن 5. فيرجن 4 لو سالت اي حد نجح في امتحان فيرجن 4 او فورس اديشن هيقول لك ان احنا كان عندنا 9 نوليدج ارياز، 9 مساحات معرفيه او مناطق معرفه. طيب فيرجن 5 بقى عندك 10 نوليدج ارياز، اضاف النوليدج اريا اللي اسمها الستيك هولدر لاهميتها الكبيره جدا 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 في عالم اداره المشروعات. تخيل حضرتك جاي تعمل مشروع وما تعرفش هتطلع تصاريح المشروع منين، وهتجيب الموافقات منين، وهتجيب التوريدات منين، ومين هيدفع فلوس المشروع بتاعك، ونظام الدفع شكله ايه. هم دول الستيك هولدر. مين اللي هيدفع، مين اللي هيجيب، هنعمل بروفيت ازاي، مين اللي معايا ومين اللي ضدي، مين اللي هيتاثر بالمشروع بتاعي، مين هيطلع لي التصاريح، مين اللي ممكن يكون هيعاقب بهذا المشروع بتاعك. يبقى مين الستيك هولدر؟ كل من يؤثر او يتاثر بالمشروع سلبا او ايجابا اسمهم ستيك هولدر. كل واحد هيتاثر او هياثر في مشروعك سلبا او ايجابا اسمهم ستيك هولدر. معايا؟ فمعرفتك بالستيك هولدر بيخليك الناس السلبيين كيف بالبلدي كده تتقي شرهم. طب الايجابيين ازاي يكونوا سبورت ليك في البروجكت، ازاي يكونوا سبورت ليك ويعاونوك وتستغل، يعني تستغلهم ازاي في حاجتين، في اتخاذ القرار وفي تنفيذ المشروع. وبتعتبر يا جماعه يعني تعريف الستيك هولدر ده من الحاجات المهمه جدا جدا في علم اداره المشروعات. انا النهارده النهارده احنا في بروجكت، ايوه بروجكت، والكورس كله بروجكت. معايا باشمهندس ايمن مثلا، باشمهندس احمد عبد الله، ايه هيدرسوا مين الستيك هولدرز؟ حضراتكم ستيك هولدرز، البي ام اي ستيك هولدرز، المحاضر ستيك هولدرز. معايا شركه الاتصالات اللي هتكون بالنسبه لنا يعني لو خسها يعني خسعت كده شويه ممكن الدنيا تبوظ معانا، هتبقى ستيك هولدر. عشان كده احنا بنحاول نامن الموضوع ده قوي جدا جدا في الكورسات الاونلاين، يبقى عندنا نت قوي جدا علشان ما يحصلش اي اخفاق اثناء الشرح. يبقى اذا هم كل هياثروا ويتاثروا مشروع سلبا او ايجابا اسمهم ستيك هولدر. طبعا الستيك هولدر يا جماعه بيبقوا فيهم منهم انترنال وفي منهم اكسترنال. الانترنال الموظفين والمانجمنت بتاعك والبورد اوف دايركتورز. طب الاكسترنال بقى البنوك اللي هيقرضوك والستوك هولدرز اللي هم المساهمين بتوع الشركه والكاستمرز والسبلايرز، كل دول يا جماعه اسمهم اكسترنال ستيك هولدر. والهيئات الحكوميه كل دول يا جماعه بالنسبه لك اسمهم اكسترنال ستيك هولدر. السلايد دي يا جماعه اللي احنا قدامنا بتكلمنا عن النولج ارياز اللي بتكون موجوده معانا. عندنا في اداره المشروعات 10 نولج ارياز. من فوق كده بص كده من فوق خالص هتلاقي في نولج ارياز اسمها انتجريشن، اللي تحتها جنبها على اليمين كده سكوب. انتجريشن يعني تكامل، ازاي ان انا ادير المشروع ككل. على اليمين سكوب يعني نطاق العمل، يعني الشغل المطلوب كله. اللي تحتها تايم، اداره وقت العمل وقت المشروع. اللي بعدها تكلفه، اداره تكلفه المشروع الكوست. اللي بعدها كواليتي، ماشي. اللي بعدها اتش ار، ودي طبعا اصعب اداره، اداره البشر دي يعني حاجه جامده جدا. طب ليه اداره البشر حاجه جامده؟ لان انا بدير مجموعه من الاشخاص مختلفين الخبرات، فلما هدي الاربعه او ثلاثه او خمسه هديهم امر واحد، كل واحد هينفذ الامر بثقافته الخاصه وطريقته الخاصه. طب هدف مدير المشروع في الاتش ار ايه؟ ان هم يخليهم كلهم يقروا من بيج واحده، فروم وان بيج، ريد فروم وان بيج. يبقى هيعمل ايه؟ هيطور هذا الفريق وهيعمل مانج لاي كونفليكت تكون موجوده ما بينهم. كوميونيكيشن، اداره الاتصالات خلال البروجكت، ريسك اداره المخاطر، بروكيورمنت اداره التعاقدات،
ستيك هولدر اللي هم اداره اصحاب المصلحه. هنتعرف على كل واحده منهم. الارقام اللي موجوده دي هي عدد العمليات اللي بتكون موجوده في كل واحده خلال كورس البي ام بي او اللي موجوده في كتاب البين بوك. البين بوك يا جماعه يحتوي على 47 عمليه اداريه، 6 منهم في الانتجريشن و6 في السكوب و7 في التايم الى اخره. عندنا 10 نوليدج ارياز اللي احنا قلنا عليهم دول و47 عمليه بيتموا في ايه. تعالوا نتعرف على النوليدج ارياز بتاعتنا اللي هي يا جماعه عايز الخص لكم المشروع ليه 10 10 مناظير بنظر اليه او 9 وال10 ان انا الم الموضوع كله على بعضه. اول حاجه السكوب. السكوب معناه احنا عايزين ايه، ايه اللي محتاجينه عشان نعمل اللي احنا عايزينه. يبقى تصورك للبرودكت سكوب هيخليك تعرف ازاي هعمل ده اللي هو البرودكت سكوب. ايه المواصفات اللي هقدر اعمل بيها، ايه اللي مفروض اسلمه للعميل عشان يكون مبسوط. سكوب يا جماعه معناه all the work required، كل الشغل المطلوب مننا. تعرف مواصفاته ايه وطرق عمله ايه وازاي تعمله وازاي تصمم لوحات وازاي كل ده داخل جوه السكوب. كلمتك في فلوس لسه. اهم على فكره اقول لكم بقى، اهم نوليدج اريا ليك يا مدير المشروع هو السكوب. في حاجه قاعده لغويه بتقول لك ايه، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نفذها دلوقتي بقى، اقول ايه، انا عمري اقدر احسب تايم ولا كوست من غير ما اعرف السكوب. لذلك اكبر معوق لمدير المشروع انه يقدر يحسب تايم او كوست ان السكوب بتاعه يبقى مش معروف او ناقص او غير كافي. معايا يا جماعه؟ تاني حاجه، وده ممكن يؤدي فشل المشروع. طبعا يا فندم، طبعا ده بيؤدي ازاي اعرفش سكوب. عدم تعريف السكوب طبعا هيبقى سبب كبير جدا جدا من فشل اي مشروع. طيب العامل الثاني بعد السكوب التايم، الوقت. طبعا احنا الوقت عندنا عادي يعني مفيش مشاكل بالنسبه لنا. الناجح هو اللي بيقدر يعرف قيمه الوقت. بره بيقول لك تايم از ماني، الوقت فلوس. تخيل يا باشمهندس انت ماسك مشروع انك هتعمل مطعم، مفروض تسلم المشروع يوم 30/9 30 سبتمبر، رحت انت مسلم المشروع يوم 20/10. الراجل ده كان هيسترزق لمدة 20 يوم انت خسرته لما وصلت المشروع متأخر. كل دخله خلال 20 يوم انت خسرته له بتسليمك ليه للمشروع. يبقى تايم از ايه؟ از ماني. وليك كشخص بقى بتشتغل تايم از ماني ازاي؟ العماله اللي موجوده وتأجير الموقع، كل ده يا جماعه فلوس. لذلك اللي انا ملاحظه الملاحظ في الامه العربيه بصفه عامه وشركات الوطن العربي بصفه عامه. حتى انا كنت بدي كورس لشركه من الشركات السعوديه، اول ما جيت عند الكوست يقول لي ايه باشمهندس عايزين فيها محاضرتين. بيهتموا قوي بالمباشر، بالكوست المباشر. معايا؟ لا، في حاجات كتير بتخسر اكتر من الكوست المباشر. تكلفه بقى اللي احنا بنحسبها دي، الوقت الزياده خساره، هجره العماله خساره، حاجات كتيره ما بنشعرش بخسارتها الا لو احنا ما اهتمناش بريسك مانجمنت، خسارات كبيره ما ناخدش بالنا منها. اذا عايز اقول لحضرتك التايم، التايم بنعمل ايه؟ عايزين نعمل سكادجول. هاو تو ديفلوب سكادجول، ازاي ان احنا نعمل ديفلوب سكادجول وازاي نعمل كنترول على الجدول بتاعه. فلوس ماني. الماني يا جماعه هو الشركات اللي هي 90% من شركات العالم، يعني نسيبنا بالشركات بقى اللي هي الخدميه، كل همها هو الفلوس. طب في الفلوس بقى يعني ايه القصه اللي عندهم؟ اول حاجه تمويل المشروع، الفاندنج للبروجكت. يا ترى هموله تمويل ذاتي، انا معايا فلوس المشروع ده،
ولا اخد قرض من بنك او اخد سندات، يعني اخد قرض من اشخاص واديهم سندات، ولا ابدا ان انا اعمل ايه ابدا ان انا اعمل اطرح اسهم معايا. طيب يبقى دي اسمه ايه؟ كوست مانجمنت. خلاص اسلام كنت عايز كانت كانت تايم مانجمنت. طيب تمام كمل. لو حد عنده سؤال عادي نقف عادي مفيش اي مشكله. وبالعكس انا بحب الاسئله والتفاعل، بحب ان انا احول الاونلاين لحاجه تفاعليه عشان احنا نستفيد منها جدا يعني. هل من المستحب طبعا قبل ما تخش في البروجكت مانجمنت ان انت تبقى معاك حاجه كورس في التايم مانجمنت؟ ايه لا افهم، لا من المستحب العكس. لو انت هتتخصص في التايم مانجمنت اعرف بروجكت مانجمنت الاول، لان التايم لا يمثل اكتر من نوليدج اريا من 10، واخد بال حضرتك؟ فانت خد البروجكت مانجمنت صح كده، وبعد كده لو عايز تاخد تايم مانجمنت خش تايم مانجمنت. مع ده رأيي الشخصي يعني. لان هقول لحضرتك حاجه، انت بتقول سؤال جميل قوي النهارده يا باشمهندس. انت لما بتشرح بروجكت مانجمنت في حاجه جميله قوي بيقولوها على البروجكت مانجمنت، يقول لك ان مدير المشروع 1 انش ديب اند 1 مايل وايد. النولج بتاع مدير المشروع معلوماته 1 انش ديب اند 1 مايل وايد. فانت مش هتاخد في التايم تفصيل، انت هدفك ازاي تعرف تتعامل مع بتاع التايم، ازاي المفردات اللي هو بيتكلم بيها انت تفهمها. فانا ما بديكش تايم بتخصصيه، فلذلك انت تاخد الاول البروجكت مانجمنت كامله، ده رايي الشخصي، وبعد كده خش تخصص بقى. عايز تخصص ريسك تخصص، عايز تخصص كوست تخصص، عايز تخصص تايم مانجمنت تخصص. طيب تاني حاجه، بعد ما اتكلم كل ده في كوست مانجمنت، بعد ما انا اتكلمت عن الفاندنج بتاع البروجكت، ببدا اشوف الكنترول بتاع الكوست بتاعي. ازاي انا هعمل كنترول على الكوست بتاعي، وازاي ان انا هل همشي على المخطط، هل الفعلي الاكشوال اكسبنشر ده هيبقى زي المخطط ولا مش زي المخطط، بحيث ان انا طول ما انا ماشي في المشروع اتنبأ بالكوست بتاعي. طبعا يا جماعه انا بعمل مشروعي علشان اطلع بروفيت. طب البروفيت هتيجي ازاي؟ عندك كوست، واخد بال حضرتك، وعندك انكم، يعني معنى ريفينيو، بمعنى ان عندك دخل بيجي لك. فالدخل ناقص التكلفه بيديني الربح. يبقى انا بحاول من طرق بتاعتي ان انا احاول مش ان انا اقلل التكلفه، اني اعمل كنترول على التكلفه. ما ادفعش فلوس في بيسموها كده سانك كوست، انا هنتكلم عليها، فلوس دفعتها وايه وما جابتليش فايده. فانا دايما اعمل كنترول على الكوست. مش الكوست الثاني جوده؟ الكوست التكلفه، كل ما التكلفه تزيد كل الجوده ما تعلى. جميل قوي. ما هو ده بقى ده التوازن اللي بيعمله في الانتجريشن مدير المشروع. ده التوازن. عندنا اداه مهمه قوي هناخدها اسمها كوست بينفيت اناليسيس في الجوده. انت النهارده هتطور اللاب بتاعك، او انا شركه برمجيات او شركه هاردوير، هطور اللاب من مواصفات معينه لمواصفات ثانيه عشان الجوده تبقى اعلى. هبدا اصر اشوف انا المكونات بتاعتي تكلفتها قد ايه؟ 100,000. طيب قيمه الجهاز زي قد ايه؟ لو القيمة بتزيد أكتر يبقى أنا بالنسبة لي الموضوع ده ماشي تمام. لو القيمة ما بتزيدش أنا جودة وبرضي العميل، لكن ما برضيش العميل على حساب نفسي. فبيحصل عملية التوازن البالانس اللي بتحصل في الانتجريشن ما بين الكوست وما بين الكواليتي اللي بتبقى موجودة. سؤال جميل قوي عن دايما بتوع الكوست والكواليتي عكس بعض. طيب بتاع الكواليتي زي ما احنا عاملين اهو، ده بتاع كواليتي بقى، لا بتاع كواليتي اللي هو كواليتي التصنيع او جوده التصنيع اللي احنا بنتكلم عليها. ان بتاع كواليتي خلي بالك بقى بتاع المشروع هدفه يزود الانتاجيه، يزود البروفيت، يرضي الكلاينت، يعمل متابعه ويقلل الكوست. يعني ازاي يرضي الكلاينت ويقلل الكوست في نفس الوقت. ده الكواليتي، والكواليتي زي ما قلنا هاو تو ميت ريكوايرمنتس.
اتش ار هيومن ريسورسز، ازاي ان احنا نطور فريق المشروع، او ازاي اولا نعينه، ازاي كيفيه تعيينه، وبعد ما نعين فريق المشروع هنبدا نعمل ايه؟ هنطور فريق المشروع. بعد ما نطوره هنبدا نعمل ايه؟ نعمل مانج، يعني ايه؟ نحل الكونفليكت اللي موجوده. طبعا بندرس في الكورس او في الكتاب برضو بندرس فيه بعض نظريات علم النفس، اللي احنا ازاي نعرف نفسيه العامل اللي عندنا، نعرف ازاي ايه اللي بيفكر فيه العامل، ازاي نريحه، مش نريحه، نريحه بحيث يزود في الانتاج، مش نريحه بمعنى ان هو يعني ما يشتغلش. فعايز اقول لكم يا جماعه ان كل ما الشركات والمشروعات اهتمت بالهيومن ريسورسز، واخد بالك، كل ما كان المشروعات بتاعتها ادائها افضل واقوى. لذلك نزلت نظريات فيها حاجات عكس بعضها، واحد اسمه جريجور عمل نظريتين، واحد اسمه مازلو عمل اسمه هرم الاحتياجات، وواحد اسمه ماكلاند عمل نظريه. يعني النظريات كده ان شاء الله موجوده في الكتب، نبقى نقراها ان شاء الله، هتجد ان فيها ان شاء الله معلومات ايه قيمه جدا، ازاي ان حضرتك تعامل ايه الناس الهيومن ريسورسز اللي عندك. كوميونيكيشن، الاتصالات. هو ايه هدف الاتصالات؟ حد يقول لي كده، احنا بنتواصل مع بعض ليه؟ سرعه الربط من افراد المشروع. ايه هدف سرعه الربط؟ تحقيق انجاز في العمل. ليه يعني؟ لا، مش ليه تحقيق انجاز في العمل، هو في حته حلقه مفقوده النهارده. طيب احنا بنقعد مع بعض ليه غير الربط؟ يعني غير الربط، حل المشاكل. في حد مش سامع؟ في واحد باشمهندس الرومي مش سامع، مش كده عنده هو؟ ايه، مش فاتح المايك؟ طب حاول تفتح المايك ثاني. الكوميونيكيشن، الربط يعني ايه؟ يعني اول ما تعرف كده كلمه كوميونيكيشن اعرف ان هي انفورميشن. احنا بنربط ايه؟ بنوزع معلومات. يبقى هدف الكوميونيكيشن الرئيسي المعلومات. ازاي نولد المعلومه؟ وازاي نخزنها؟ وازاي نوزعها؟ ده الهدف الرئيسي للكوميونيكيشن. لذلك له وسائل كتير قوي، ميتنج، ريبورت، لتر، فاكس، تليفون، كل دي وسائل التواصل. طيب تندهش بقى حضرتك قمه الاندهاش لما تعرف ان مدير المشروع يقضي 90% من وقته كوميونيكيشن. 90% من وقت مدير المشروع اتصالات. واحد يسالني يعني هو بيشتغل امتى؟ يا باشا ما ده شغله. هو مدير المشروع شغله يتكلم في شغل الكهرباء يتعامل ازاي فنيا، ولا شغل الميكانيكا، ولا شغل الاداري؟ الراجل ده يا جماعه هدفه الرئيسي يعمل كوردينيشن بين الناس، وينظم المعلومات تروح من مين لمين. معايا؟ يبقى ده الكوميونيكيشن مانجمنت. شايفين الراجل اللي ماشي على الحبل ده؟ طبعا كلمه مخاطره او كلمه ريسك، الكلمه دي معناها عندنا، طب نسال الاول يعني ايه كلمه ريسك؟ حد عارف؟ اي مشروع فيه خطوره. يعني ايه خطوره؟ مجازفه. جميل قوي المعنى ده، تمام. طيب يعني المجازفه دي مشكله، حاجه سلبيه خايف منها؟ لا طبعا مفيش مشروع بينجحش من غير مجازفه. ده جميل قوي، يعني قصدك ان في اشياء خايف منها فانت بتكمل برضه مع خوفك منها. يعني في حاجات تهديدات للمشروع فانت بتتعدى هذه التهديدات، صح كده؟ او بتتعمل حسابها. تمام. طيب النهارده هنعرف بقى المعلومه الجميله قوي، ان المشروع مش تهديدات بس، ده في فرص كمان. يعني ايه؟ الريسك يعني ايه؟
نقول الريسك هو انسرتن ايفنت. يعني انسرتن ايفنت حدث غير مؤكد هيحصل فين في الفيوتشر، حدث له احتماليه ممكن يحصل في الفيوتشر. طب لو حصل هيبقى له تاثير، ممكن يبقى التاثير ده ايجابي او سلبي. يعني انا اقول ايه؟ ان ممكن اسعار الدولار تقل فاعمل ايه؟ فاقلل من الكوست بتاعتي. لا ده انا عندي المهندس اسلام عنده خبره في البرنترز مثلا، واخد بال حضرتك، فانا ممكن اعمل انجاز واخلص المشروع بتاعي قبل المشروع بشهر، وده بالنسبه لي اوبورتيونيتي. يبقى اذا الريسك يا جماعه هو حدث في المستقبل ولكنه حدث غير مؤكد، فله احتماليه وله ايه امباكت. اتفضل يا فندم. اتفضل. زميلي كان معاه الصوت لسه داخل بالصوت يا باشمهندس. مهندس ايمن، مهندس رومي. تمام يا فندم، مرحب بحضرتك يا باشمهندس، اهلا وسهلا بحضرتك. سامعني؟ حضرتك ممكن ايه؟ سامعك. اسلام معايا؟ سامعك. تمام سامعني. ماشي يا فندم، مرحب بحضرتك معانا. مرحب بك. هاي بقى ممكن تقفل بس الصوت لما تحب تتكلم، تفتح الصوت. خلاص افتح. الحين تمام. طيب الوقت عندنا عندنا في جناحين للريسك. اي ريسك في الدنيا له جناحين. الجناح الاولاني هو البروبابيلتي. مش احنا قلنا ان الريسك عباره عن حدث غير مؤكد ممكن يحصل في المستقبل، فهذا له بروبابيلتي وله امباكت، يعني له احتماليه انه يحصل وله تاثير. لو حصل ده المشروع ممكن يتاخر قد كده معايا. فهناك فهناك ريسكات او مخاطر البروبابيلتي عاليه والامباكت عاليه، فاسمها هاي هاي. وعندي مخاطر لو لو، وعندي مخاطر لو هاي وهاي لو، دي اللي تعتبر مخاطر متوسطه. دي تقسيمه الرخاء المخاطر بتاعه اي مشروع. نيجي على اداره اسمها اداره التعاقدات او المشتريات. النهارده هناك دوره مشتريات معروفه جدا، المفروض ان احنا كاداره مشروعات نبقى عارفين المشتريات بتمشي ازاي. المشروع طبعا فيه مجموعه تعاقدات كتيره جدا جدا في البروجكت. بنتعاقد مع استشاري، بنتعاقد مع كونتراكتور، الكونتراكتور بيتعاقد مع السب كونتراكتور، انت برضو عارف جوانب العقد وعامل له شروط على السب كونتراكتورز الموجودين معايا. فانت مهم قوي يكون عندك فكره كبيره جدا جدا عن موضوع التعاقدات. طبعا اول ما نتكلم على موضوع التعاقدات، فعلى طول يجي في بالنا المؤسسه العالميه المشهوره اللي اسمها فيدك، اللي هي مؤسسه عملت انواع من العقود اللي اسمها عقود الفيدك. طبعا انواع التعاقدات بصفه عامه، ظهر في التعاقدات ما يسمى بعقود الاذعان. يعني ايه الاذعان؟ يعني حضرتك النهارده في طرفين، في طرف مبهدل التاني، كل في طرف له حقوق ومعلوش مسؤوليات، والطرف الثاني يعني كله مسؤوليات. فبدات مؤسسه الفيدك انها تعمل عقود متوازنه. عقود المتوازنه دي يا باشا معايا، بداوا ان هم يعملوا عقود الفيدك. يعني دي بس بمناسبه كلمه بروكيرمنت. طب احنا بنعمل ايه في البروكيرمنت في المشروع؟ اول حاجه بنعرف احتياجاتنا، احنا محتاجين ايه بالظبط. محتاجين ترومبا، محتاجين نبني حاجه، محتاجين وات ايفر، نكتب محتاجات. بعد كده نقرا السبيسيفيكيشن بتاعتنا، ودي نكتب السبيسيفيكيشن يعني نبدا نعمل ايه، ما يسمى بالستيتمنت اوف ورك اللي هي كراسه الشروط والمواصفات. بعد كده نختار طريقه البروكيورمنت ميثود،
يعني ايه طريقه البروكيرمنت بروسيس؟ يعني حضرتك هتعمل امر مباشر ولا هتعمل مناقصه ولا اي الطريقه اللي هتستخدمها. بعد كده بتعمل الدوكيومنتيشن مفصله، وطبعا هيبعت لك بعض العروض تبدا تعمل ايه؟ كلاريفاي اند كلوز اوفر، تبدا تشوف ايه؟ استضاح لهذه العروض، وتبدا تعمل تقييم لهذه الاوفرز اللي موجوده، تقيم الاوفر اللي موجوده او العروض اللي هتكون موجوده عندك. وبعد تقييمك لهذه العروض تبدا بعد كده تعمل مفاوضات، وبعد المفاوضات تمضي مجموعه على هذه التعاقدات. دي دوره مشتريات البسيطه اللي ممكن تكون موجوده عندك في اي مشروع. مهم قوي انك تدرس ازاي تعمل بلان للبروكيورمنت، ازاي تعمل كوندكت للبروكيورمنت، تعمل كنترول للبروكيورمنت، وفي الاخر تعمل اغلاق لهذا العقد. ده بقى موضوع ايه؟ الستيك هولدر. الستيك هولدر يا جماعه اصحاب المصلحه في المشروع او اطراف المشروع، في جناحين ليهم، جناح اهتمامهم بالمشروع وجناح الباور بتاعتهم، كم السلطات اللي هم عندهم وايه الاهتمام اللي هو بتاعهم. فبنقسم البشر الى اربع اجزاء. في ناس مهتمه قوي بالمشروع وعندها باور عالي، بيقول لك دول خليهم مانج كلوزلي. يعني ايه مانج كلوزلي؟ يعني لو هم معاك استفيد منهم على قد ما تقدر، لو هم ضدك اتقي شرهم على قد ما تقدر. وفي ناس اهتمامهم عالي لكن الباور بتاعتهم قليله، اللي هو المربع الاحمر. فدول كيب انفورمد. يعني ايه؟ الناس دي مهتمين بمشروعك، وليكن هيكونوا موزعين للمصنع اللي هيتعمل، يبقى لازم تعمل لهم ايه؟ كل شويه تبعت لهم ان المصنع قرب يخلص، المصنع مش عارف وصل لفين، وتبدا تقول لهم ايه الشغل بتاعك. في ناس بقى باور عاليه ولكن انترست قليله، اللي هم مين؟ مثلا محافظ البلد انت فيها، الراجل ده باور عالي جدا لكنه مش مهتم بمشروعك، لان مشروعك ده حاجه بسيطه جدا، فانت خليه دايما راضي عنك، كيب ساتسفايد، خليه راضي عنك. في الاخر في ناس لا هي مهمه ولا هي او اهميتها قليله، برضه قليله، تابعهم عشان هم ممكن بعد كده ينتقلوا الى مربع تاني، فانت لازم تعمل عمليه متابعه. اخر حاجه هنبدا نعمل انتجريشن، وانا جايب لك صوره عكس اللي انا بقوله. بتوع السكه الحديد دول ما عملوش انتجريشن، ففي الاخر ظهر الخط السكه الحديد ما اكتملش. فمهم جدا 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 التكامل بين افراد المشروع جميعا، تنظر للمشروع نظره كامله عشان تعمل انتجريشن. يعني ايه انتجريشن؟ يعني تخلي كل في واحد، تنظر نظره شامله الى كل اجزاء المشروع. بيقول لحضرتك خلي بالك مدير المشروع افضل وصف ليه ان هو انتجريتور. طيب احنا اتكلمنا عن 10 نولج ارياز او المساحات المعرفيه اللي موجوده عندنا. تعالوا بقى نتكلم على سايكل كده قال عليها واحد اسمه ديمينج. قال لك بلان دو تشيك اكت. قال لك اي حاجه في الدنيا بنخطط لها، وبعد ما نخطط لها بننفذها، بعد كده بنعمل تشيك، يعني عين على البلان وعين على الدو، بعد كده بنعمل اكشن. راحوا احنا خدناهم في اداره المشروعات وقلنا ان عندنا انيشيتنج يعني انشاء او ابتداء، بعد كده في بلاننج، اكسكيوتنج، مونيتورنج اند كنترولنج، وكلوزنج. خمسه بروسيس جروبز موجودين عندنا، اللي هم بدايه، نهايه، تخطيط، تنفيذ، متابعه، وتحكم. اول حاجه اللي هي البدايه هي اول حاجه في المشروع خالص، الا وهي انشاء المشروع. انشاء هذا المشروع ومعرفه النقاط الرئيسيه في هذا المشروع والبيزنس نيد اللي احنا محتاجينها، دي الخطوه الاولى في الانشاء. عرفنا احنا عايزين ايه من المشروع، وبعد كده عرفنا مين هم اصحاب المصلحه، بنبدا نخطط للايه؟ البلاننج. يعني نخطط للبلاننج يعني ايه؟ نبدا نعمل نخطط لايه؟ للريسورس الموجوده، نخطط للفلوس اللي موجوده، نخطط لكل حاجه من جوانب المشروع، نخطط للتعاقدات، نخطط للهيومن ريسورس، للكوميونيكيشن، تخطيط لكل اشياء الايه؟ المشروع. عايز اقول لكم حاجه بالنسبه للتخطيط، اوعى 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 ما تخططش لحياتك.
خلي التخطيط ده اهم حاجه في حياتك. يعني ايه؟ ناس كتير بتفهم ان التخطيط هو جدول. خطا، مقوله خاطئه ان الجدول الزمني هو تخطيط، هو جزء من التخطيط. التخطيط علم شامل بيقول لك اسال نفسك انا هروح فين وامتى وازاي وفين، مين هيعمل ايه امتى وازاي وبكام. بيقول لحضرتك كلمه جميله قوي، بيقول لك fail to plan. خلي بالك الفشل في التخطيط هو plan to fail، هو تخطيط للفشل. اوعى ما تخططش في حياتك، اوعى ما تخططش لمشروعك. مرحله مهمه جدا 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 في عالم اداره المشروعات هي مرحله التخطيط. بعد كده بنعمل الاكسكيوتنج والمونيتورنج اند كنترولنج. هو واحد بيبني، ده بينفذ، وده بيشوف هل التوبه صحيحه او معموله بطريقه صحيحه او خطا، عمل عليه مونيتورنج اند كنترولنج. اخر مرحله عندنا خالص خالص الا وهي مرحله اغلاق المشروع. اغلاق المشروع بنتاكد ان كل المشروع او كل الدليفربل اللي احنا عايز نسلمها تم تسليمها بنجاح، حققنا الكريتيريا اللي عايزها العميل مننا، عملنا ترانسفير للبرودكت والسيرفيس والريزلت من عندنا ككونتراكتور للكاستمر، تاكدنا ان كل الدليفربلز تم تسليمها. عملنا اهم حاجه بقى اللي احنا عايزين نستفيد منها، واخر حاجه بعد ما تنهي مشروعك، انت جزء من تروس المشروع، من تروس المؤسسه. اوعى تخلي المعلومه تقف عندك، لازم حضرتك تعمل lessons learned. lessons learned يعني ايه؟ دروس مستفاده تكتبها علشان future use، اللي يجي بعدك مدير المشروع يستفيد بكل المشاكل اللي حصلت لك. اذا من اهم الاشياء اللي المفروض تحصل الا وهي الايه؟ lessons learned، او ما يسمى بالدروس المستفاده. اتكلمنا كده بسرعه على علم اداره المشروعات. اداره المشروعات يا جماعه تشمل خمس حاجات: ان انا انشئ المشروع، اخطط المشروع، انفذ المشروع، اتابع المشروع، اخر حاجه ان انا اعمل كلوزنج للمشروع. اتكلمنا عن 10 نوليدج ارياز عندنا، الا وهي انتجريشن مانجمنت، سكوب مانجمنت، تايم مانجمنت، كوست مانجمنت، كواليتي مانجمنت، اتش ار مانجمنت، كوميونيكيشن مانجمنت، ريسك مانجمنت، ستيك هولدر مانجمنت، بروكيورمنت مانجمنت. 10 نوليدج اريا. اعتقد كورس حضرتك بتتعرف فيه على 10 جوانب معرفه، الكورس ده لوحده بيغير جزء كبير من حياتك. الكورس ده لوحده هتضيف بقى وتدخل الامتحان، اعتقد ان شاء الله بتبقى اضافه اكبر. وبشكر حضراتكم جدا جدا على حسن استماعكم، ولو حد عنده اي سؤال انا تحت امركم. ويعني سعدت جدا جدا بحضراتكم خلال هذه المحاضرة. حد عنده سؤال؟ تمام كده؟ شكرا للبشمهندس محمد عزمت، محاضرة شيقة جدا جدا، وتشكر لشركة إيجيبت على تشريفه لينا. وان شاء الله نعوضهم يوم الاربعاء للمهندس ايمن حسن، هيتكلم عن الاوفيس وخبايا الاوفيس اللي احنا ما نعرفهاش. وان شاء الله نتظركم معنا يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. شكرا ليكم، شكرا للمهندس محمد اسمه.